عبر واعتبار، نبش في أثر الإنسان، وقراءة في سر البيان. عبر واعتبار، ملامسة لسلوك البشر، ورؤية وبعد نظر. عبر واعتبار من توقيع الدكتور ناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان. وراء السير الإنساني والهدي الرباني قصص تذكي الروح وتنبت الحس الإيجابي. مهما خطونا ومهما عثرنا كان القصد الهادي. كان شريط المساجد اللامع عالقا في جدار ذهنه المشبع بالنفاذ الروحي. الشيخ إسماعيل أفندي حمامة مسجد كما يقول عنه تلاميذه الخلص. كيانه الجامع، ذرات فترته البيضاء، طائره الإيماني المحلق في الأعالي، تسكن كلها مآذن وقباب إسطنبول المتوهجة بالندى والطهر. المساجد السلطانية العملاقة تستبطن أحاسيسه الدافئة، آذانها المطلول المبغوم، ابتهالاتها الندية المتموجة، تراتيلها المعرشة بالألحان المرشوشة الغضة. ويلج باحاتها الفسيحة مد البصر بواجهاتها الرخامية المسقولة، فيتوثب قلبه الرهيف وتتلبسه أحاسيس سلطانية عظيمة لعظام بنات وسواعد متوضئة ومحاميل حجارة منتقات بعناية، وسنان المعلم العظيم يرشها بلمسات فنه الساحر المتكلم. كان يسبح بباصريه مذهولا وهو يلج الصدفات المكنونة بسر الماء وتمتصه محاريبها الفارهة، أعمدتها الأسطوانية الرابضة، قبابها الأهرامية السماوية، لغات كثر تناجي قلبه المدهوش، تنبعث بنمنماتها الساحرة، الضوء المتكسر المشعث المتماوج، اللون الطاووسي السابغ، الخط المعشوشب الفتان، الزجاج الفسيفسائي المزركش، رجلاه لا تقويان على حمل عراجين عشقه المتهدل بالدهش والعطش. كم قضى ليالي قمراء في باحة مسجد الفاتح قرب الضريح الرخامي الجاثم في ظلال الشجر الفينان، يستل أحلامه المتوثبة، يناجي عرائسها المخبوءة. إنما يقلقه ويمضه هو ضيق ذات يده وانحباس حياته في دارة العطايا النزرة المتقطعة. منذ نزوحه المبكر إلى إسطنبول رفقة شيخه الروحي وهو يعيش في ظلال التكايا والزوايا بين همهمات الذاكرين وتوسلات الزائرين ورباطات المريدين، إلى أن ورث سر هذه المشيخة الروحية بزاويته المتواضعة، فازدادت أعباؤه أثقالا من إشراف على مواسم تعبدية خاصة واستقبال للعطايا والهبات المتنوعة واحتفاء بالضيوف والزوار الوافدين وإنفاقات متواصلة على تلك المراسيم والموالد. فما يأتي به نهر اليوم يبتلعه بحر الغد، والدائرة تدور والأيام تدول،
ورح العمر تطحن الرغائب الحسان، وظلالها تبهث وتصفر بفعل اليبوسة الزاحفة. وصراع محموم بدأ يشتعل ويتلظى بين عقله السؤول وقلبه الملول، بين طموحه الأخروي وانجذابه الدنيوي، بين رسوم العبادة وعبادة الرسوم، بين ولائم الطاعة وطاعة الولائم، بين وبين وبين دوامة عاشها بين أتباعه ومريديه. قال عنه مريده نجيب: إن شيخنا إسماعيل أصابه ما أصاب شيخنا جلال الدين الرومي مع التبريزي من خلوة عن الأتباع والزوار وسياحة انفرادية في مساجد إسطنبول العتيقة. وشاهده مريده شريف وهو يتسلق قمة شام ليجا قبل الغروب، مقتعدا مكانه المعلوم قبالة المساجد الأهرامات، مذهولا مشدوها ملتاعا. وراقبه صديقه الدرويش علي وهو يطوف بمساجد السليمانية والفاتح والسلطان أحمد، لا تطرف له عين ولا يغمض له جفن ولا تكل له قدم، ثم يستلقي في أفنائها متأملا سارحا يعب من جمالها المجسد الضافي. وقالت عنه زوجته راضية: إن زوجي قد أصابه الذهول والذبول منذ تلك الليلة التي قضاها معتكفا في مسجد الفاتح منتصف رجب الماضي. كان إسماعيل أفندي مستلقيا في باحة مسجد الفاتح وهو يستعيد شريط حياته الحافل، ورشاش زبد تلك الرؤيا الغريبة يمتلك مجامع قلبه وروحه. في نفس هذا المكان المقدس وفي مثل هذه الساعة الليلية الواعدة شاهد في الحلم خيال محمد الفاتح قادما من المحراب الرخامي، ينتصب قبالته بلباسه الأبيض الناصع، عطور سماوية تفعم أنفه، صوته الندي يسر في أذنيه حديثا نبويا مأثورا. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ثم يغيب خياله وابتسامته وضيئة ترسم دوائر النور على وجهه الوضاح، يغيب وتغيب منذ تلك اللحظة الفاصلة رغائبه التي استطالت مثل الأظافر حتى غدت مخالب تخدش إيمانه الأخروي. إنما يقلقه ويمضه هو ضيق ذات يده بفعل الإسراف الزائد والعطايا المهدورة في الولائم والضيافات، جبال من الجليد العائم الكاذب تحجزه عن التحديق والتحليق. وفي مثل لحظة كلمح بالبصر قرر وذكر الفاتح لا تطرف عينها في خياله المشبوب بناء مسجد ولو كمفحص قطات يكون أساسا ركينا لبيت لا محدود في الجنان. يا لروعة التقابل الشهودي الغيبي ينث شهدا وحلاوة من كلام الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم. قال ذلك محدثا نفسه: ببيت لله فوق هذا الكوكب الهاوي، وبيت لك في الملأ الأعلى، أي وجبة مجزية يمنحها لك هذا الحديث؟ أي مصير خالد يمنحه لك هذا الألق النبوي؟ لو وضعت سنوات الزوايا والتكايا في كفة أخرى لطاشت بالأولى لثقلها الأخروي. تذكر في غمرة هذا التحول النفسي الكياني سر عظمة السلاطين الأوائل،
سر امتدادهم التاريخي الخصيب في حنايا المعمور، إنها المساجد الأهرامات التي تنتشر في ضفاف البسفور كأزهار الأقحوان، متفتحة باسمة قبالة السماء المغسولة. إنك يا إسماعيل ستنافس عظمتهم الأخروية بعد أن غلبوك في عظمتهم الدنيوية، ستنشر ذكرك بهذا المجد الموعود في عالم الآخرة، وهي خير وأبقى. هكذا حدث نفسه القلقة، قرر مصمما في غمار تحولاته سلوكا رياضيا جديدا، تحقق له حلم حياته الأخروية. إنها لعبة الوهم المتبادل بينه وبين نفسه، وهم التشبع بلذائذ الأطعمة والأشربة، وهم الموائد الممدودة الحافلة في المواسم المكرورة والضيافات المتجددة. قرر تحطيم وهم التشبع بمعول إيمانه الأخروي، الاستغناء والادخار هما شعاره الجديد في رحلته الجبلية الجديدة، وهو يتوقل حزون النفس وذراها. قالت عنه زوجته: كلما أخبرت زوجي بأطيب الطعام التي ستشترى له رفض ذلك ورد ثلثيها وأبقى على الثلث فقط، مدخرا نقودها في صندوق خشبي، مرددا جملة غريبة: كأني أكلت، كأني أكلت. وقال عنه جاره البقال فريد: كلما هم الشيخ إسماعيل باقتناء فواكه الصيف النضيجة كعادته، أسرع بإرجاعها كمن لدغته أفعى قاتلة، مرددا كلاما غريبا: كأني أكلت، كأني أكلت. وقال عنه مريدوه: إن حالة الانجذاب الذي جلل شيخنا في سنواته الأخيرة أصابه بالذبول والذهول، فلا هم له إلا الادخار في ذلك الصندوق الخشبي العتيق، مرددا جملته المأثورة: كأني أكلت، كأني أكلت. وقال عن البنائي: كان الشيخ إسماعيل يتعهد بناء مسجده الصغير بالمراقبة اليومية، بل كان يساهم بوضع لبناته الصخرية بيديه المتوضئتين. وكلما استطال البناء أبصرت وجهه الوضاح يستنير بنور سماوي غريب، كأنه فلق الصبح الأزهر. وحين استتم الحلم الأخروي شكله الصخري المستدير، واستكمل زينته الزخرفية المتواضعة في طابقيه الصغيرين، عقد فيه الشيخ إسماعيل أولى حلقاته الندية، معلنا لطلابه وزواره أنه قرر تسميته جامع كأني أكلت. أيها المستمع الكريم، يحيلنا هذا السلوك الرائع إلى نموذج مغربي خطت خيوطه فاطمة الفهرية حين انسدلت بمالها على أديم فاس تنسج بدائع جامع القرويين. هذا النسك الباري كان أثرها في هذه الدنيا، كان صداها الذي يحرك في كل متثاقل النسمة الخيرية، بسمة الآدمية، ليهب بماله فيوثر ما عند الله، ليبقى نغما ينشده في قبره وعند لقاء الله. كثيرون هم أصحاب المال والجاه، ما يضيرهم لو حولوا نسمات الدنيا إلى أريج الآخرة، ماذا يضيرهم لو تصرفوا بسلوك كأني أكلت، لو تنازلوا عن شق الأنا والنفس في لحظة صفاء. لبنيت جوامع وصوامع، وشيدت ملاجئ ومرافق، ونمت حدائق وجنان، تكتب أسماءهم عند الله أحبابا وأولياء. عبر واعتبار، نبش في أثر الإنسان، وقراءة في سر البيان.
عبر واعتبار، ملامسة لسلوك البشر، ورؤية وبعد نظر. عبر واعتبار من توقيع الدكتور ناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.